وين درهم اللي هي بريال السعودي نفس الشيء. صباح الخير يا جماعة، كيف حالكم؟ اليوم باخذكم جولة بحياتي وجولة بشكلي. أنا في دبي اليوم وحبيت إني أخذ فيكم جولة وأوريكم كيف حياة الشخص اللي يعيش على الإنترنت، هو الشخص اللي يشتغل على الإنترنت خصوصاً في حياة الدروب شيبينج وحياة الإنترنت والأشياء اللي زي كذا. فخلوكم معي. أول شيء بوريكم إياه هو الفيو. صراحة الفيو خرافي حق الشقة، مرة جميل. شيء كيف تحس إنه يغير لك المود حقك؟ من شايف هنا حط حوست حق اليوتيوب والأشياء اللي زي كذا، الكمبيوتر هناك، الدرع حق اليوتيوب هنا، ماي تي في هنا، أرقام حقتي، 4 hour work week من أجمل الكتب اللي كتبت في عالم الإنترنت يا جماعة، مرة هاي اللي ريكومند إنكم تقرونها. عندكم هذه البريكون البسيطة، يعني الدنيا رمضان ولا قسم الله أحب الجلسة هنا، كذا أجي كنت أطلع كل يوم أشرب موية وأطلع وأستمتع، بس لكن الدنيا رمضان فماني قادر. برمي هذول الزبالة، أخذتهم شربتهم بعد السحور، برميهم بالزبالة وخلونا نطلع. طلعت من الشقة، الحين آخر الأسانسير، ننزل تحت، نشوفكم بالباركينج. الشيء اللي ما أحبه بالأبارتمنت بيلدينج والبرج هذا إني لازم أنزل للدور 30 وبعدين رح للأسانسير الثاني وانزل الدور للباركينج. شيء صراحة مرة كونفينينت. وريكم بعض السيارات الموجودة هنا. هذه البورشة، هذه كاريرا اس، مرة جميلة مرة جميلة مرة جميلة. هذا جي 63 جنب اللامبورغيني أوروس، جميل جميل جميل. أنا سيارتي هناك، صلي المزيون سيارتي اللي وحش. هاي ما صورتها لكم قبل باليوتيوب، شايف مكلارين 570 شحنتها هنا من دبي، الحين بشغلها لكم. السيارة شوي تحتمي وبعدها بنطلع. شوفوا هنا في سيارة
من زمان ما شفت مثلها. شوفونا هذه بورش كاريرا جي تي 2، مرة جميلة مرة جميلة. تطلع من الشقة أو تطلع من البرج على طول تشوف برج خليفة قدامك. هتسوي لي نايت فيو. وأريكم شيء من المستقبل الموجود بدبي. هذه لوحة على شكل NFT موجودة على DIFC Innovation Hub. طبعا أجمل ما في اللوحة هذه إنه يمديك في أبليكيشن إذا حطيتها راح تطلع لك كذا 3D images وشيء زي كذا. فشيء مرة 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 خرافي مرة خرافي. جد مرة ما ينفع الواحد يطلع ونهار رمضان حر حر مرة حر. فكويس اني بس رحت الصيدلية اخذت اغراض وراجع البيت الحين خلاص يكفي. يا الله مرة حر. خلصنا خلاص. يا الله اجمع والله دبي مرة حر مرة مرة حر خصيصا في الصيف. خصيصا في رمضان صراحة ما اتحمل. بيبي لها قهوة بس يلا كله باقي ان شاء الله خمس ايام ثلاث ايام وش زي كذا ويجي العيد ان شاء الله. كل عام بخير مقدما. جاهت الشقة الحين باخذ لي شاور على السريع كذا واجي اوريكم كم طلعنا اليوم من التجارة الالكترونية. طبعا توني مخلص الشاور والحمد لله. طبعا ما شفتوا يا جماعة انا ما اشتغلت ما سويت ولا شيء ولا سويت ولا 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 شيء. ودخلي اليوم هو 14800 تقريبا درهم اللي هي بريال السعودي نفس الشيء زي ما تشوفون 14800. اوكي انا هذا تحديد عشان لا احد يحسب اني ام فيك ولا انها سكرين شوت. ما هي سكرين شوت هذا كله من تطبيق سترايك نفسه. فهذا اللي بعلمك انه ترى التجاره الالكترونيه يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد من اهم مصادر دخلي وهي افضل مصدر دخل بالنسبه لي. شيء جدا مهم يا جماعه اللي يبغى يتعلم التجاره الالكترونيه في اللينك تحت هذا الفيديو. في لينك يوديك على ورشه عمل مجانيه معي تقدر تدخل وتسجل في هذه الورشه العمل المجانيه وتتعلم مجانا. ما ابغى منك ولا ريال مجانا. اوكي طيب في شغله ثانيه يا جماعه انا ما اقدر اعيش هذه الحياه اذا ما في احد معي يساعدني. فانا موظف كثير من المستقلين. المستقلين هذول ايش يعني مستقلين؟ يعني فريلانسرز. الفريلانسرز هذول يساعدوني بشكل يومي. يعني واحد يبرمج لي، واحد يصمم لي الموقع، واحد يرد على العملاء، واحد يهتم بالدعم الفني، واحد يسوق لي، واحد 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 واحد. لكن اهم شيء قبل لا توظف هذول الناس طبعا لازم تعرفه انهم ترى كل اللي ادفع لهم انت شايف انا اطلع 14000 يعني 14 الى 10000 يوميا. وبالتالي هذول الناس كم تتوقع رواتبهم؟ يعني كل واحد بالهند، واحد بالفلبين، واحد في مصر، واحد واحد. طبعا بالنسبه للدولار هناك عمله الدولار بالنسبه لبلدهم مره قويه. فتلقى لو اعطيه 10 دولار مره ينبسط. عرفت شنو اللي اقصد؟ لانه بالنسبه لبلده هذا مره شيء قوي. اوكي نفس الحكايه مصر، المغرب، كل الدول العربيه هذه نفس الحكايه. اذا اعطيتهم بالدولار ينبسط اكثر من انك تعطيه بالعمله المحليه حقتها. فتقريبا مجموع رواتبهم كلها على بعض 3000 شهريا. اوكي 3000 الى 4000 شهريا وكلهم يشتغلون عن بعد ومهاراتهم جدا عاليه واقدر اجتمع معهم عن طريق الزوم. بس قبل لا توظف اي احد تذكر انك تحتاج انك تعرف مين احسن شخص تقدر تشتغل معاه. فافضل شيء انك تعطيهم ميني تاسك او يعني اشياء صغيره. اوكي تقول له اسمع سوي لي الشغله الصغيره هذه ويعني جيب لك 16 واحد لمهمه واحده. اوكي 16 واحد لمهمه واحده. تخسر شوي فلوس لكن انت
هذا استثمارك انك تلقى احسن واحد يشتغل معك. اوكي، هذا استثمارك عشان تلقى احسن واحد يشتغل معك. فتعطيه تاسكات صغيره، تعطيهم كلهم نفس التاسك، مثلا 16 واحد تعطيهم كلهم نفس التاسك، تشوف مين اسرع واحد، مين افضل واحد يشتغل لك. بعطيك مثال على الاشياء زي كذا. لما جينا نوظف المبرمج حقنا، وظفنا 16 مبرمج مع بعض، قلنا لهم نعطيكم 100 ريال كل واحد، ف 1600 ريال اللي صرفناه اوكي على هذه المسابقه البسيطه. فقلنا لهم صمموا لنا الموقع هذا، وريناهم موقع وقلنا لهم نبي نفس الموقع هذا تصممون لنا. من بين 16 اللي واحد اخذ يومين، 3 4 6 مدري ايش كذا، في واحد بس منهم اخذ 4 ساعات وارسل لنا الموقع. استغربت، قلت له شلون انت قدرت باربع ساعات تخلص هذا الموقع؟ قال لي انا عندي الادوات وعندي التمبلتس وعندي القوالب وعندي الاشياء اللي حاطها في جهازي، وما بديت من الصفر، لا غيرت الاشياء هذه وعدلتها وارسلتها لك. هذا الشخص هو الى الان المبرمج حقنا وما زال يشتغل معنا. ليش؟ لان هذا الشخص يشتغل بذكاء وما يشتغل بجهد، وهذا الشخص اللي احنا كنا نبحث عنه، واحد يخلص لنا شغلنا بسرعه ويعطينا شيء المطلوب ويشتغل بذكاء، مو بواحد يبدا من الصفر وانا هعمل لك وسوي لك وما ادري ايش كذا، لا لا لا، نبي واحد يخلص شغلنا بشكل جدا سريع. هذا بشكل مختصر، اتمنى انكم انبسطتوا بهذا الفيديو. انا بس حبيت اوريكم جزء شوي بسيط من حياتي، ونفس الحكايه يعني اذا عندكم اي سؤال حطوه عشان اسوي فيديوهات على اليوتيوب تشبهنا. يعني اعطوني اي سؤال تبغون تسالوني عنه حطوه تحت علشان اسوي فيديو على اليوتيوب على نفس السؤال. اوكي، يعطيكم العافيه، ولا تنسون ورشه العمل المجانيه راح تكون تحت هذا الفيديو.